أكرم توفيق على الأرض، التمرير هنا بالخطأ، تمرير العرضي اللي كلف الأهلي 3 نقاط في أول لقاء، وأدي هدف، وأدي هدف، أدي هدف أول للاعب ولعيدات محمد. نفس الخطأ، نفس الخطأ بتاع لقاء الفيصلي من محمد نجيب، المرة دي من أكرم توفيق، تمريرة بدون عنوان لبولعيدات محمد اللي بيستغل الخطأ هنا، الهجمات لصالح نصر حسين ضاي، وتسديدة، تسديدة ما يقدرش يتصدى ليها الشناوي، توصل لبولعيدات محمد، وتسديدة كانت في متناول الشناوي لكن بتخبط في ايده وتدخل الشباك. هدف اول في هذا اللقاء لنصر حسين ضاي، هدف ثالث للنصرية في البطولة، 1-0.